الكورونا خطر كبير بلادنا قاعدة تعيشه الحقيقة. معناتها قد من نحاول واحنا من جهتنا باش نوعي الناس، شدوا دياركم، التزموا بالتدابير الوقائية متاع وزارة الصحة، لكن كل مرة وكل يوم إلا والأعداد تمثلنا بالنسبة لنا احنا والأرقام كابوس. لكن لو حبينا نغزروا الجانب آخر، فما ناس قاعدة تبرع وهذه حاجة مهمة. معنا واحد من المتعافين من الكورونا، أشرف من القروان. مرحبا أشرف. مرحبا. طمني ساعة قبل كل شيء على حالتك الصحية. على حالتي الصحية مبدئاً كما سمعتك معنا كنت تقول تو المتعافين. أنا لحد الآن معنا ما تأكدتش معنا اللي تعافيت من وزير التحدي المسار حتى نكمل إن شاء الله آخر الشهر. معنا مبدئاً أنا معنا إن شاء الله وإن شاء الله يطف بين الناس الكل. أنا مبدئاً معنا ما عنديش حتى أعراض. أنا من الناس اللي يجيهم الأمراض ليش أعراض ما تفيقش بيها مريض معنا إلا سطرات من ربي وإن تكلمت وعمل تحليل. نجم تحدد وين مرضت بالضبط بالكورونا؟ كيفاش مرضت بالفيروس هذا؟ الله أعلم، والله الله أعلم. أنا نعيش في باريس، نخدم في باريس، ما نكذبش عليك أنا رد بالي معناها نطلع في البيوت، نطلع في المترو، من طاح حتى الباب بالنسبة بداية معناها صريف غادي البيوت لازم تنزل على فلسة باش تحليك الباب. أنا من طاح غادي معناها رد بالي صدقني نستنى شكون يحلل الباب كانوا نجبد حاجة ما في مشوار نحل به الباب أو الموبايل نرميه. فهمت؟ نفس البداية دوب ما نوصل للخدمة، نفس البداية وأنا خارج، نفس البداية دوب ما نوصل للدار. كيفاش مرضت الله أعلم؟ بالكش النهار خذيت التاكسي الصباح ماشي المطار، بالكش في المطار، بالكش في الطيارة، الله أعلم، للأمانة ما نعرفش. روحت لتونس بعد قديش من نهار بديت تفيق إنه عندك أعراض متاع مرض؟ روحت نهار الأربعاء 11 مارس، دونك نهار السبت الصباح، جست بعد ثلاثة أيام معناها. نهار السبت الصباح فقط عندي 38.5 سخانة. قديش سخانة سامحني؟ أنا فقط عندي 38.5 سخانة عادية جدا، لا تقلق. لما أنا جيت حطيت يدي على راسي حسيت روحي سخون، جبت الترمومتر قصت عندي سخانة هذيك كهو. فهمت ديجا خويا أوتوماتيك نصحني فازي برا سكر على روحك وكلم 190. هذاك اللي صار جيت سكرت على روحي كلمت 190 استنيتهم حتى جاوني في العشية نهار السبت العشية. عملوا لي بريليفمون وستنيت التحليل معنا نتيجة كي خرجت كيما غدوة نهار الأحد. وقت طلعت لك السخانة حطيت الشك انك تنجم تكون مريض بالكورونا؟ اوتوماتيكمون سكرت على روحي اي ديريكت ديريكت بالسخانة هذيك اوتوماتيكمون انا مريض. فهمت؟ معنا جاتني سخانة اوتوماتيكمون سكرت على روحي مريض لاباس الله اعلم. فهمت الاكسبيرية يكون نقول في باش الله اعلم بالك شوية هو حكاية وتنجي على روحك. ما فيش البيت مريض ما عندي حد شيء لا نكح لا بيا حد شيء. في الثلاث ايام اللي انت قعدتهم من اللي روحت من باريس لتونس خرجت درت مشيت قضيت مع عائلتك؟ للامانه قابلت اهلي من قريب. فهمت؟ اما مع ذلك الكل معناها انا راد بالي نفس لدايا نعقم لدايا. فهمت؟ معناها ديجا شنو هو مش تعطف معناها من وجهك تستعب الحكايه هذيك اللي نجم يمرض. فهمت؟ أنا بفضل الله معناها والله ما كنتش تساهو مني زاد، أنا بفضل الله صدقني بفضل ربي معناها الحمد لله. أنا عملت لي بلاسمو معناها هكا بونكتيال عندي قضيات بيان باش نقضي فيهم ونروح نشوف داري معناها. معناها لا مشيت للقهاوي لا خلطت عباد بفضل الله إن شاء الله ما ضريت حد في الطريق إن شاء الله. كان وارد بالنسبة لك أنت خاطر روحت من بلاصة فيها مرض معناتها كان وارد أنك تعمل حجر صحي وحدك معناتها؟ أنا روحت نهار 11 راهو فرنسا تفرقعت وبدأت شوي نهار 13 نهار الجمعة اللي هو نهار السبت أنا عزلت روحي. أنا رحت نهار 11 ما فما حد شيء في فرنسا نهار 11 12 13 ما فما حد شيء نهار 13 نهار الجمعة فرنسا تفرقعت شوي. في نفس الوقت فما عائلتك عديت زوجتك؟ عديت زوجتي كهو بنتي معانا لاباس معانا. بنتك قديش عمرها؟ ثلاثة سنين. باهي احكي لي على الفترة من أول ما خرج التحليل وعرفت أنك مريض بالكورونا. والله ما أكذبش عليك بالنسبة لي أنا واللي تعملوا الناس الكل هذا معطى ربي مرض ربي. ما أكذبش عليك فما برشا ناس والله باش نرجع لك شوية باش نعلق حويجة والله فما حاجة مهمة برشا راهي فما برشا ناس تخدم في البلاد صدقني برشا ناس تخدم بالبلاد معناها اللي نسميه مديرين جهويين وفما جنود الخفاء برشا ناس ما نشوفهمش صدقني حتى عوان النظافه ربي يعينهم وكل شيء قبل كل شيء وقبل انا خاطر انا راني نفوت ونكنسى ونبقى نكره معناها
اما صدقني انا بحال بلادنا خفاله خفاله اهلنا خفاله حبيب صدقني مثل كل انا راني نبقى نكره وانت نكره وكل ما تحسنوش اما كنت قدام بلادنا كنت تسميه تونس تونس صدقني وقتها نحسن بالمسؤوليه وقت العبد يخاف مش نخرج شويه على الموضوع انا نتفكر هي ايامات الثوره تفكر كيفاش الناس الكل والله نتفكر ولاد حومتك يبدو في لبنان يعصوا على الحوادث الجيران وكل شيء وينك الايامات وينك الرجال تبارك الله عليه شتى ديارها ما تخرجش العباد تخاف 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 على اهلها تخاف على جارها وين الايامات هذيك وين نرجعوا لها ونشدوا ديارنا ونغدوا بال معاك اما اشرف نفسانيا انت معناتها كيفاش انت عندك كورونا معناتها انت تمثل عند في نظر الناس تمثل خطر للناس اللي دايره بك الكل معناتها اذا اليوم انت لك انا انسان ما عنديش عوارض معناها لا قدر الله كنت البلاد كامله نهلكها صدقني كنت البلاد كامله مضره نحكي لك انا انسان ما عندي شيء نمشي لو ما تفقش بيا مريض لان انا بيدي ما فقش بروحه مريض من احتمال عند اي واحد يحب الحق او تخزر للبلان بتحفروا مريض وانت احفظ روحك مريض مش مضرش الناس وذيك بالنسبه للناس اللي كنا نتعاملوا مع بعضها لاساس مرضى وردوا بالنا معناتها انت معناتها انت فقط طلعت لك شويه سخانه كنت تنجم وانت تحمل الفيروس كان ما ذكيتش شويه وطلبت ال 190 ولا كنت عطلت في ال 190 معناتها كنت تنجم تعمل كارثه بالضبط صدقني كنت ناجم اعمل كيف كنت من لطيف ربي راي العباد مش فاهمه في بال العبد كح وسخان انا بالناس اللي نمرض ونعتي ومن غير ما شلق ما بيا حد شيء بدني لباس عليه انا بدني لباس عليه صدقني بفضل ربي الحمد لله من نهار المرض معناها ملي جيت لتو عادي جدا راه حتى كحة تخرج من الجراج من فوق معناها عاديه مش كحة من صدرك ولا جمله ما تفيقش بروحك مريض ما تفيقش بروحكم هي صدقني لا قدر الله كنت نهلك بلاد كامله في جورت صدقني كنت نضر بلاد كامله في جورت وهذه العباد مش حابه تفهم التو راهو مش معناها مريض راهو مش معناها صيد طاح وبرك الله اعلم كل واحد كيفاش فيه اما صدقني اي عبد واقف قدامك لبس عليه اللي كحله بيه عندي انا مريض اللي حاب يسلكها يحسبه مريض زوجتك كانت عندها نفس العوارض معك انت ولا العوارض نتاعها كانت معقده اكثر؟ لا بفضل الله الحمد لله طاري زوجتي ما عندها حد شيء كيفي انا بالضبط معناها سمبتوماتيك ما عندها حد شيء معناتها ما فماش اللي شفناه واحد يشد الفرش شويه اللي ما عادش يلقى صعوبه في التنفس الاسهال الشديد كل الاعراض اللي معناتها تحكي عليهم وزاره الصحه باطناب كبير انا عندي دياري عندي شويه جريان كرش اما مش معناها مش يقلقك سامحني ماكش مستعمل معناها كل خمس دقائق حاشاك مش تدخل التواليت ما قديتو معناها انسان حاشاك ندخل سامحوني في الكلمه ندخل كنيسه كل مره في التواليت عادي جدا مش تقلقني معناها النهار مش تخليني متقلق ما نعملش حتى كليني ما هو جمله عندي شويه جارين كيرف بوبليس اللي هو ما يقلقش وما تفيقش بيه معناها مش يعطلك حاشاك العبد مريض ماشي يجي على التواليت ما قديتو ما فما حد شيء اشرف تو الامور قاعده تتحسن بالنسبه لي كنت في انتظار ان وزاره الصحه تاكد انه انت بريت ان شاء الله رسالتك بربي للتوانسه اللي يسمعوا فيك ومن خلال التجربه نتاعك معناتها حاجه باهيه انك اليوم وعيتنا بحاجه انه مريض الكورونا ينجم يحس بحد شيء شويه سخانه لكن يحمل الفيروس وينجم اذا كان ما يكونش عنده الوعي ينجم يضر بلاد كامله ينجم يضر جهه كامله صدقني يضر بلاد كامله في طريق واحد هكا والله سامحوني انا على الكلمه راني نهار من نهار من نهارات في الخميس صدقني ربي بعد ما جيت مش نشري خبز كوشه بفضل الله راني دخلت كوشه شفت نلقاها تملى وتفرغ لعبت تتضارب على الخبز هزيت روحي وخرجت فهمت هزيت روحي وخرجت ما نكذبش عليك راه بفضل الله ما نقولكش انا واعي والله لا صدقني كنا لاباس علينا بفضل الله مشيت على روحي قلت طيب مش لازم هاي مشيت لك وشكرا دخلت هزيت خبزين وخرجت ما اتخيل انا النهار هذاك لو كنت دخلت وعاركت على الخبز مع العباس مش يصير لا قدر الله الحق تخيلوا اللي ناس مش يبالها مريض الكورونا صاي وانت عندك سخانه تشد دارك انا ما عندي حد شيء نخرج نحاول تشد دارك والناس الكل تشد ديالها او ناس مش فاهم مش معناها عبد مريض مش معناها عبد يضر والله صدقوني ما تعرفش اش معناها انا يبيا تو صدقني هكا نضرب على حته كسر موشيحه بالجافيل بمواد تعقيم مش فيها مش معناها العبد لو سمحني حاشاكم راك تدخل التواليت دار كامله التواليت كامله تسيقها بعدك مش معناها انت لا قدر الله كان تمرض في داركم مش معناها داركم للمشكله اللي تعملها لداركم معنا بالحق الضغوط النفسيه والحكايات الكل مش فاهمينها العباد مش فاهمين ايش معناها انت انسان عايش وخايف لا تعدي داركم
والله لو فاهمين الحق من تو علاش نوصلوا علاش معنا لقدر الله نوصلوا للكارثه علاش احنا بليه بلادنا انا تو اللي ما نسمعوا بعض تعداه مانيش عارفين كيفاش تعداه معنا العدوى الافقيه او تعداه من واحد خالد لا واحد جاي من برا لا واحد حتى شيء خمل تو ما فهمت العباد اللي اي انسان تو مريض اي انسان مريض واضح الناس اللي لازمها تفهمها الناس لكل مرضى الناس لكل مرضى والناس لكل تشد ديارها من ثلاثة يوم جمعة جمعتين ثلاثة وتعديو لقدر الله بالله كان أنت تأخذ في طاعك جارك بصغار ذاك مسكن لقدر الله مريض عنده السكر ولا غيره بعديه جارك بصغار ذاك وين تقطه بالله والعمر بيد الله وهذا ربي نتاعه أنت ما زلت صغير فرحان أنه صغير ما يعمل لي شيء كيفاش مش تعيش معي كيفاش مش تعيش بيها بعد حياتك كيفاش ما زلت صغير الله أعلم أنت عمرك قديش فيه أنت عمرك توا 20 30 مش تعيش 50 سنة أخرى زعما سهلة مش في بيك مش تنساها صغيرة مش تحط راسك على المخدة مش تنساها مش تقول صحيح أنا متسببتش في إني قتلت الرجل هذاك لا قدر الله بالنسبة لي أنا والله بالنسبة لي أنا ومانيش لا 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 لاني إنسان عالم لاني صاحب دين أما بالنسبة لي أنا راهو إنسان يعمل كارية ويضر أنت راك مش توقف قدام ربي لو كان عبد قتلته على خاطر أنت مش قلت واعي أما على خاطر أنت ما احترمتش وما خفتش عليه وخرجت انت مرضت ومررت في جرتك لو انت شديت دارك معناها هو بقدرة الله يبقى لباس اش من تقول انت قدام ربي او ما تتسماش معناها انت معناها قتلت روح بينك وبين روحك يا ما تتسماش قتلت روح سامحني بالنسبة لي انا عبد يجري في وسط البلاد يسوق في كرهبة يجري في 190 وضرب عبد ضرب عبد بلاد كرهبة ذاك شي تسمى اسمه حادث دفع له مكان هذا دفع له مكان مصيح ما انت كان جريت 50 ممكن ما تقتلوش ممكن تجيش تكسيره في ساقه وكما انت في الموت تجري برشا قتلته انت قتلت روح انت عملت عمله كبيره بس الحكايه للكورونا لا قدر الله انت هزيت وعاد يتعب باش تحمل مسؤوليته قدام ربي راه ناس نخافوا على بعضنا نخافوا على مهلنا نخافوا على حبيبنا واضح خويا اشرف نشكرك برشا نتمنى لك التعافي السريع وشكرا على الرسائل اللي عديتهمنا نتمنى ان التوانسه من خلالك انت يتعلموا عبره انه مهما كانت الظروف واحد احسن حل انه يستحفظ على روحه يستحفظ على الناس اللي يحبهم يعقم روحه يعقم داره ويبقى في الدار شدوا الدار هذا اهم مساج اهم رساله اللي نجموا نقولوها للناس ربي يحفظ تونس تحب تربح كرهبة قيمتها أكثر من 40 مليون سهل برشا تبعث لنا حرف A على الرقم 85810 SMS تبعث من خلاله حرف A على الرقم 85810 بالنسبة للناس اللي شاركوا في برنامج اللي بعده ما ضع لكم حتى شيء القرعة بيصير هنا في برنامج فكرة سامي فهري حظ سعيد للجميع نجوم مسلسل أولاد مفيدة بحب كبير نستقبل معنا وحيدة الدريدي سارة الحناشي مرحبا يعيشك اهلا وسهلا ساره شنو احوالك والله الحمد لله سافا لاباس حبيت نجي في بيجاما انا ما حاله باسكو تي مش الدارك ما قالت لي ليها عايز حاجه بريزونتابل شد الدار بيان سور شد الدار توا دوبي 3 سمان انت في العاده معناتها من نوع مربوطه بالدار ولا لا ولا اي نحب قاعد في الدار معناتها يا ما نخدم ولا نسافر ولا معناتها نقعد في الدار مانيش ياسر مغرومه بالخروج نجم في الدار تبقى خمسه سته سوايع عادي معناتها على الاخر على الاخر اون بليس ياسر نحب نعمل ميديتاسيون وكل شيء دونك توا اكثر حاجات قاعده من اللي كنا نحكيو دايخ قبيليك فما حاجه قاعده نعمل بها بتخدم تنفع معناتها حتى العباد نعمل فما اون ثيرابي اسمها سيلفو ثيرابي اللي هي باش العبد ينقص من ستريس وينقص من الانغواس عندي شجره بحدا داري بيان سور لازم تكون تبع دارك معناها نمشي نقعد قدام الشجره ومن بعد نعنقها الشجره اي بالحق والله نقص من ستريس تعطيك برشا انرجي بوزيتيف اي دايوغ لي زويل اسونسييل كلهم معناتها اللي نستعملوا فيهم فيهم الموليكول اللي فيهم كلها معناتها مستخرجه من الشجره عندك طقوس معينه وحيده دريدي ولا ليه؟ لا انا ما عنديش طقوس انا عندي برشا لهوه في الدار دونك عندي ما نخدم عندك ما تخدم الكوجينه؟ بقى الكوجينه الاولاد الكتب اللي ديما نمني في روحي باش نقراهم وما لقيتش وقت نقراهم دونك فرصه باش واحد يقراهم فما حاجات نجم تعملها في الدار
كتبت ستاتي على فيسبوك نشيطة برشا، وبالكورونا وليت أكثر وأكثر. أي وليت لقيا برشا وقت. حكيت على أحلام الصغار كيفاش تبدلت من أحلام الكورة الأحلام الجديدة اللي هي ولت أنظافة، الطب، اللغة تبدلت. ما أنت بالنسبة لك أنت كانوا قاعدين عادوا نكتشفوا في رواحنا توانسة؟ التوانسة ديما يكتشفوا في رواحهم، ديجا هما أكثر شعب قادر على التأقلم أكثر من الشعوب الأخرى، وديجا بالتجربة هذه نعرفوه. الشعب الوحيد اللي في فترة الحماية الفرنسية خرج بأقل أضرار من الشعوب الأخرى، الشعب الوحيد اللي مع قليخر تطور الأحداث في تونس ديما يتأقلم. 2011 تأقلمنا، 2014 تأقلمنا، 2019 أما الكورونا غير. 2011 ما سكرتش الدنيا هكا، 2011 كانت مؤقتة، وحتى وقت الناس شدوا ديارهم شدوها لا احنا بالعكس احنا توا خير من 2011 رغم المرض هذيها. وش نقول لك عليه؟ خاطر في 2011 كل الأحداث مش احنا مسؤولين عليها، تصير أحداث مثلا حكيت القنص، حكيت الخطر في الشارع، والكل ماكش انت مسؤول عليه. باغ كونت توا بالنسبه للكورونا انت مسؤول على سلامتك، انت اللي تنجم تتحكم وتقعد في دارك حتى يتعدى الخطر. كي تبدا في دارك مش هي باش تجي تدق عليك الباب وتدخل، مش هي باش تنجزك من الشباك وتدخل. دونك الفو ميو انه واحد في الفتره هذه يقعد في الدار، يشد الدار، يحاول انه يملى اوقاته لو طون اللي تتعدى تفوتنا المشكله هذه. ساره فما موضة جديدة ولات على وسائل التواصل الاجتماعي، اللي دي فيه شد دارك ليلى اللي دي فيه اللي يعمل في اللي دي فيه متاع سبور، اللي يعمل في دي فيه متاع كوجينا، اللي يعمل في دي فيه متاع معناتها انت شو موقفك من اللي دي فيه هذوما؟ والله اسمعني انا نقول كل واحد عنده طريقه نتاعو باش يتحكم في ستريس نتاعو، خاطر الناس الكل ستريسي والناس الكل لونغواسي. دونك هي معناتها واحد بربي سامحني قاعد في الدار كسوا مع عائلته ولا وحده شنو باش يعمل؟ معناتها ابار ما عندك المويان دو كوميونيكاسيون الوحيد هو التليفون، معناها كل واحد فوالا هكا يخلق امبيونس باش ينجم ما يفدش ما يقلقش. عملت ديفيات ولا لا؟ اهلا لا ضد ولا شو ولا لا ماني ضد، ما تو سامبلومون ماهوش مش جوي. وحيدة دريدي خرج ستاتيو من وحي الاحداث، ستاتيو هو ستاتيو هذا. اتحدى من يدعو الى حذف ميزانيه وزاره الثقافه ان يستطيع عد صور المسرحيين على الفيسبوك، يحيى المسرح يعيش المسرحيون. هذا جاء ردا على الدعوات اللي يقولوا فيها البعض ما دام اليوم الانشطه الثقافيه واقفه، فلوس ميزانية وزارة الثقافة جزء منها يمشي لوزارة الصحة اللي هي ناقصة اليوم. أنت تقسيم الأولويات مكش مقتنعة به؟ لا مش هذية، أنا مع مساندة وزارة الصحة على خاطر هذية أمر مفروغ منه باش احنا نخرجوا من هذية، لكن فما ناس عملوا دي ستاتيو على أساس وكأنه المنطق متاع ستاتيو الحقيقة نرفزني برشا، فهمت؟ نتاع شنو نعملوا بها الثقافه، وهي تنصحوا الناس الكل، ميزانيه التظاهرات نتاع وزاره الثقافه تمشي للصحه. اول حاجه الوزارة كلها واقفه، وزاره الشؤون الدينيه مثلا واقفه علاش تمشي جزء من 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 الميزانيه؟ كل وزاره باش تقعد تزيد على وزاره اخرى؟ لا 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 مش مزايدات، انا نحكي لك بالضروري ما نحتاجه، ما هو ضروره معناها. فما جزء من وزاره الشؤون الدينيه تنجم تمشي للصحه، فما جزء من شهريات نواب المجلس، مجلس النواب تمشي للصحه، فما جزئيات جزء من شهريتنا احنا، احنا مستعدين نحطوا حتى 50% انا شخصيا من شهريتي نحطها للصحه، لكن فما ناس اختارت انها تتفرغ للمسرح، تتفرغ للموسيقى، تتفرغ للرسم، فهمت؟ الناس هذوما ما يعيشوا كان بالتظاهرات الثقافيه، الناس هذوما ما فماش ما عندناش طريقه اخرى انهم يقدموا عروضهم ويعيشوا بها. اللي نقولوا انا من وجهه نظري انه الناس هذوما كانوا قبل ما تدخل كورونا وتعمل ايقاف للريتم نتاع الحياه عندنا احنا، كانوا عندهم مشاريع كانوا باش يعملوها، كانوا يحضروا فيها. الناس هذوما كي جاوا باش يعملوا المشاريع ما خذوش دعم، ولو انهم عندهم موافقه من الدعم من وزاره الثقافه. انا من رايي من الميزانيه هذه الناس الفنانين هذوما اللي قاعدين في ديارهم، اللي ما عندهم الشهريات، اللي عندهم صغار، اللي عندهم عائلات تصرف عليها، اللي نعرف انا فنانين مسؤول على صغاره ومسؤول على ام وبوه زاد، يحتاجوا انهم يعاونهم. دونك من الميزانيه هذه اللي كانت مرصوده لدعم انتاجاتهم، علاش ما نعملوش كيما السلفه، كيما لافونس؟
نعطيوها لهم على المشروع هذاك الى حين ربي يخفف علينا معناها وترجع الحياه. اليوم احنا في وضعيه استثنائيه ونعرف مليح انه فما حتى التصوير نتاع المسلسلات تعطل، ضروره حكمت مستوى التقدم نتاع التصوير نتاع اولاد مفيده وين احنا؟ في النص، في 60، في 70%؟ هو احنا في الثلثين، في الثلثين خدمنا في الثلثين، مازال ثلث من التصوير في الثلثين، وان شاء الله بالحق معناها نكملوا ان شاء الله الناس الكل تكمل التصوير. ساره مبروك، يعيشك. نهنيوك على دورك في ولد مفيدة. عايشك. شو هو التفاصيل بتاع دورك الشخصية الساق بكل شيء؟ والله ما نجمش نعطي برشا تفاصيل. أعطيني. هو 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 أكس جديد في الأكس جديد في المسلسل. معايا حليم جولترا الموسيسيان، معايا أميل باكوش. دونك هذوما لي دو بيرسوناج معناها هذوما العائلة نتاعي. شو تدخل فما اكس جديد في المسلسل اللي باش يبدل احداث معناها نتاع الـ نتاع الـ شخصيتك شنية بالضبط؟ والله سي اون فام مش شنية بالضبط، ما تجاوبوش. شو وبديت وبديت بالحق شو معناتها؟ والله مرأة تونسية تكافح، عندها ولدها تحب تخدم على ولدها، تحب تعيش ولدها. فوالا نجيك هاني بحذيك. وتعلم فيها شوية تحفظ. أما خلنا نفهم حكاية مفيدة، دورها باش يتزيد شوية على الموسم الرابع ولا ليه؟ ليه ماهوش باش يتزيد، مش باش يتزيد، باش يكون تقريبا في نفس الجزء الرابع، لكن فقط فما الخيط الدرامي أقوى فقط. فسر لي معناتها الخيط الدرامي اقوى. ما فما دي بيرسوناج تبي تخدم فيهم في الاداء الدرامي، يا اما يكون لينيير ما عندكش حاجات، والا فما يكون احداث تخليك انت تلون في اللعب. دونك الخط نتاع مفيده فما تلوين في اللعب. فما تلوين. ساره عملت برشا ادوار في السينما، كان عندك موقف من التلفزه وعندك موقف من الدراما التلفزيه، وقت اللي تقول انا ما نشوفش اعمال جمله، اللي الاعمال ما تستهويكش، انه اللي قاعد يتقدم الكل ما يرتقيش للمستوى اللي تحب تخدم فيه. توا انا في عمري معناتها وخمس سنين التالي ولا اربع سنين التالي قاعده نكون في ثقتي في روحي، ما عنديش 100% معناتها كونفيونس في روحي، فهمت؟ مش كيما تلقى في روحك مع ايكيب تبدا بيان اونتوري وتبدا تخدم في بيرسوناج ولا تخدم في حاجه معناتها ماخذ وقتها بالكدا وكل شيء، دونك الخوف والستريس ينقص. مش كيما الريتم باغ اكزومبل نتاع التلفزه اللي الناس الكل تعرف معناها اللي هو ريتم مزروب، ماهوش ريتم في العقل معناتها. وهي مادام وحيده معانا خادمه مسرح وخادمه سينما وتعرف معناتها انا في شنو قاعده نحكي. فوالا وحيده، المسلسل بدا يلم في جماعة، ولادك ثلاثة موجودين، فما برشا أسئلة. ولادي ثلاثة موجودين فين معناها؟ ما فهمتش. معاهم موجودين معاك. شكون قال لك ولادي ثلاثة موجودين؟ أنا شفنا تصاور عاد. أنا تصاور. شفنا بعض التصاور. بعض التصاور شنو؟ شفت نضال؟ بايرن بدر، شفت نضال معاكم ولا ليه؟ نضال يجي طول في البلاتو ساعة ساعة يسلم علينا ويمشي. هذوما ولادي موجودين، الزوز هذوما موجودين. نضال موجود ولا ليه؟ هاني قلت لك يطل ويمشي. مازالكش تو؟ تحب تعمل طلع البلاتو يجي كي يرجع معناها البلاتو. شفت ولادي قداش عسل يهبلوا؟ باهي شوف باش نسألك سؤال بينك وبين روحك. نضال السعدي ولدك بايرم تتمناه يبقى موجود في الجزء الخامس ولا أنت ك نتمنى بيان سور. نتمنى شخص كان يعملوا حاجه في السيناريو يجيبوه حتى نهايرين. مات بايرم ولا ليه؟ ما نعرفش. ما تعرفش؟ معناتها لا تاكد لا تنفي. ليه ما نعرفش؟ تعرف ما تحبش تقول، محتاله. انا طبعا محتاله ديما. تسرى عملت تصريح قلت فيه الاعمال التلفزيه تركز على المظهر الخارجي على حساب الاداء نتاعو، لكن نرى فما تناقض كبير ما بين انك تحكي على المظهر الخارجي وفي نفس الوقت وقت اللي نشوف انك تمشي في الجونه الصحافه العربيه الكل تحكي كان على المظهر الخارجي نتاعك. والله هذيك مش انا، الميديا معناتها هذيك اسمعني ما نعملش حاجه جمله على خاطر باش بوغ كري لو بوس،
معناتها سا هذيك انا، فانا نلبس هكا، انا نتكلم هكا، انا هذيك انا، فهمت؟ ما نعملش حاجه باش لعبت تغزل لي ولا باش لعبت تصويرتك في الجونه. اي هذاك ستيل نتاعي، اريد هذيك تجلب الانتباه، هذيك هذيك اللي جلبت الانتباه. معناتها اليوم انت ضد انه الممثل يتقيم على اساس شكل، وانت تعطيهم في الشكل على طبق من فضه. سامحني كيف انا عمري، لا انا هذا باش نقول حكايه الشكل، معناتها ما نصورش. لا لا التصريح غلط، لا لا غلط التصريح، انا باش نقول ياخذوا في الممثلين على خاطر الشكل. الاعمال التلفزيه تركز على المظهر الخارجي للممثل على حساب ادائه، لم ارى عملا تلفزيا يستحق الاحترام، هذا تصريحك. لا جورناليست ما سمعش مليح. شو هي كلامها مش متناقض، سامحني كان حتى دخلتي حاجه ما تخصنيش. خاطر سامحني تو معناتها فيستيفال سي نورمال، لازم لعبه تبدا محلاها وقدوا رواحهم وكل. مش نحكي على فيستيفال، نحكي عنه الاعمال التلفزيه تجيب في ناس فقط على الشكل، اهم الاداء، هذا المقصود نتاعك انت. لا 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 تو هي قالت حاجه فيها جزء من الواقع، وفما جزء اخر غير واقعي. الجزء من الواقع صحيح، فما ممثلين على المظهر نتاعهم ياخذوهم للادوار وما همش ممثلين، هذا موجود مش موجود. وفما موجود ناس، وفما خلي نكملك سامحني، وفما ناس يبداو مزيانين في وجوههم. تغششتها باجيتو والله، ليه حتى طرف ما تغشش. وفما ناس مزيانين يا هادي وممثلين حلوين زوز معناها. اي اي فوالا وحدايا. ميرسي. يعني عندك قائمة متاع الممثلات اللي ياخذوا فيهم على شكلهم ولا ليه؟ لا ما عنديش. قولي ما عنديش الجرأة باش نقولهم. لا لا ما عنديش بالحق، برسمي بالحق نحكي لك صدقا، فما الرا ساعة ساعة يتعدى مشهد صدقني ورسى ولادي لا نعرف الاسم ولا نتفكروا معناها، لأنه الباساج ما فيهوش لا كاريزما ولا أداء، دونك ما نسألش على الاسم، لكن زاد فما ممثلين جون ومحليهم محليهم معناها إبداعا وتقنية في الأداء ووجه مزيان. سارة باش نعمل معاك تيست. إيه؟ اسمه شكون فيهم؟ تيست هذا باش نشوف قداش أنت تبعت الأجزاء السابقة نتاع أولاد مفيدة. مادامك أنت باش تدخل الوافدة الجديدة على المسلسل، دونك هذايا تيست شكون فيهم؟ سارة شكون فيهم ما نجمتش تحلف بالكذب في الجامعة وقت أداء اليمين الحاسمة؟ زوز اقتراحات، وحيدة الدريدي، نادرة لملوم. نادرة لملوم. إجابة صحيحة؟ إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. باهي، السؤال الثاني. أما مش نادرة اللي ما نجمش تحلف في الجامعة، لطيفة. لطيفة. اللي هي الدور اللي أديته نادرة لملوم. شكون فيهم بدا حياته يخدم دهان؟ زوز شخصيات، الشخصية الأولى هشام رستم، الشخصية الثانية فتحي الهداوي. فتحي الهداوي. إجابة صحيحة؟ لا إجابة غلط. أوه. هشام رستم اللي في دور الشريف هو اللي بدا حياته هو يخدم دهان. شكون فيهم قتلها خطيبة على خاطر خانته؟ زوز اقتراحات، سلمى محجوبي، مروة العقرب. سلمى. قالت سلمى؟ لا لا ولا لا لا ماري مروة 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 العقربي هي اللي وقتيبة أحمد للدلسي. أوكي توا ركز سارة. اثنين بواحد. شكون فيهم مثل الدور خولة؟ دور خولة هي الفرملية اللي حبها سي الشريف. زوز اقتراحات، عنا أساور، أسمع عثماني. أساور. ليه أسماء؟ إجابة صحيحة؟ أسماء هي اللي أديت الدور هذاك وأديته بامتياز، تحية ليها زيت. تحية لأسماء عثماني. شكون اللي مثلت دور حسنة في الجزء الثالث؟ ريم بن مسعود، ما نمتني التصوير. من أولاد مفيدة. ريم. ليلى بن خليفة، ريم بن مسعود. ريم. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. شكون فيهم اللي قتلت ولد صلوح؟ عندنا زوز اقتراحات، مريم بو قديدة، عزة سليمان. عزة غادي. هلا إجابة؟ إجابة صحيحة عزة. إجابة صحيحة. شكون فيهم مثل الدور محامية؟ زوز اقتراحات، نجلة بن عبد الله، أميمة محرزي، وإلا نجلة بن عبد الله. أي نجلة. دونك نجلة بن عبد الله، برافو عليك. من جملة سبعة غلط في زوز، انت متابعة وفية. متابعة جيدة جدا كانت هذه لعبة شكون فيهم. وحيدة الدريدي، مؤخرا برشا مشاكل رجعت من جديد تطفو على السطح بخصوص زواجك.
شو اللي قاعد يحصل يا اخي؟ انت اول واحده اخذت اجنبي في العالم. ليه سي با سا؟ هو اللي قاعد يحصل انه فما هي فرصه باش واحد يحكي في الموضوع. عنا ما تنزعش كان نحكي. ليه ليه ما فما حتى اشكاليه. هي على صفحه ولات عنا عاده من عادتنا على صفحات التواصل الاجتماعي فما ما يسمى بالمرتزقة أو أشبه المرتزقة اللي هما قاعدين على الزورديناتور باش ينفذوا تعليمات. الحكاية هزنا لديسمبر وقت اللي نائب من ائتلاف الكرامة عملت تدوينة فيها كلام بذي وفيها هتك كذلك. أول حاجة أنت كي قريتها شنو اللي عملت؟ أنا شو ما انتبهتش المرة الأولى فما لي فان بعثوا لي على المسنجر اللي تكتب خاطر أنا ما انتبهتش. يحضروا فيك. أي قالوا لي شوف شنو اللي هبط. اثنين أنا الناس هذوما ما نعرفهمش. اصلا نهائيا معناها فهمت وما حكيتش معاهم من اصله دونك بالنسبه لي هجوم مجاني ما نعرفش علاش السيد هكا حك ايديه وجا وهاجم. انا رفعت قضيه راه رفعت قضيه لا رفعت قضيه المحامي بتاعي سي محمود ابن مبروك ديجا قاعد يتابع فيها ومانيش متنازل عليها القضيه. بون توا احنا عندنا ظرف اللي هو الكورونا لكن ان شاء الله من بعد ما تبعد علينا هالغمه انا باش نواصل فيها. هو نائب عنده الحصانه ليه؟ وبرا عنده الحصانة عنده الحصانة تتهاجم على الناس؟ تهاجم ناس ما يعرفوكش عمرهم ما قابلوك؟ أنا صدقني بالحق نحكي راه ما نعرفهمش كومبليتمون. 7 مارس خرجت أخبار أنك مهددة بالقتل، فعلاً الأخبار هذه جدية؟ أنا خذيتها بالطريقة هذيك، باش نقول لك علاش، تتذكر الأتونتا اللي صارت في اللاك؟ باهي هي صارت كيما تو والناس داخلة بعضها في الأتونتا، ميم با 3 مينوت. واحد من ليفان يبعث لي يقول لي شوف هذا اش حاطت على صفحه على جروب معروف تابع المرسى الجروب كاتب فلان الفلانيه متزوجه من كافر لا تونتا ما عندهاش 3 دقائق وانت تكتب فلان الفلانيه متزوجه من كافر شنو معناها؟ شنو تحب تقول انت بالضبط معناها؟ معناها انت تحث على اغتيالها ها واش معناها؟ انا مش مبرر ولا خايفه من اي حد. انا زوجي مسلم والناس الكل تعرف ومشي المفتي الجمهورية وأسلم رسميا معناها. بربي نفتح قوس صغير هنا الحب هو اللي خليه يسلم ولا أسلم فأحبك؟ لا هذه للتاريخ باش واحد حتى إنسان ما لي قيصر لقيصر وما لي كسرى لكسرى كما يقولوا فهمت. راهو من قبل أنا ما نعرفه بدا يطلب انه يكون مسلم ملي يمشي ويجي. هو كان عنده خدمه مع في منظمه اسمها لايسيك اللي هي جمعيه كما نقولوا احنا او منظمه دوليه خاصه بجماعه اللي هو من كليه التجاره هو يجي ويقابلهم ويمشي. جاء قبل ما يراني انا 25 مره لتونس خاطر يخدم مع ليزيتيون هذوما ويخدم مع المنظمه هذه. 25 مره جاء لتونس قبل ما نعرفه قال لهم نحب نولي مسلم معناها يحب يسلم مازلت ما عرفتوش فهمت. وقال نحب نستقر في تونس مازلت ما عرفتوش. هذوما حاجتين هو قررهم قبل انا ما نعرفه. اليوم القانون تبدل وقانونا اصبح يحق للتونسيه المسلمه ان تتزوج من غير المسلم. اي لو انت عرفته تو وهو غير مسلم كنت ترتبط به ولا ليه؟ السؤال عنده حاجتين باش يكون واضحين. أنا شخصيا ما عنديش إشكالية لا مع الأديان ولا مع شيء، أنا يهمني بمعنى الإنسانية ككل، معنى إنه إنسان عنده مقومات الإنسانية، إنسان متخلق، ما يتعداش على الناس، ما يسرقش، ما يخطفش، ما يجبدش أعراض الناس، بالنسبة لي أنا هو إنسان كامل والحمد لله. وحيدة. لكن أنا عندي عائلة التي لا أتجاوزها بتاتا. أنا في عائلتي مازالت كان عندي أمي وبابا توفى، فهمت؟ وامي من غير ما نقول حتى شيء لن تقبل بهذا لو كان الدنيا تتقلب معنا. قلبك شو يقول؟ شنو قلبي شو يقول؟ قلبك شو يقول؟ قلبي يقول نجم نقعد نحبه ما ناخذوش، خاطر امي مش تقول ليه معنا، فهمت؟ ولا التجأت للقضاء بخصوص الناس اللي هدوك بالقتل ولا ليه؟ لا ما التجأتش للقضاء لانه اول حاجه ستانفو بروفيل. اللي تدخل اليوم تنجم تتبعهم راهو اليوم فوالا فو بروفيل اون بلوس. انا بصراحه كي شفت تونس كامله خايضه في الاتونتا هذيك اللي صارت قلت تونس اهم من شخصي معناها خلي الناس اللي هي في امورها. زواجك اثار برشا كلام يتقال هكا حتى من عند الناس في الوسط خذيته طامعه في حاجه ثري الاوراق ما نعرفش انا زوجي مش ثري راه باش يبدا في بال الناس الكل معناها
زوجي إنسان عادي معناها حب قدم هو استقالته من خدمته، هو كان مدير مالي في شركة معروفة البرة، قدم استقالته قال نحب نغير مجرى حياتي، نحب نجي لتونس ونعمل ان بتي بروجي، ان بتي بروجي فهمت، حسب امكانياته سيتو، ماهوش غني، ما عندوش برشا فلوس، ما عنده حتى شيء. اثنين هو يعرف لي انا مش خارجه من تونس، دونك يعرف لي ما عنديش مشكله اوراق، دونك مش بعد ما شبه هزوا الكتاف مش توا باش نجي نهجم البلاد هذه، البلاد هذه قاعده فيها ومانيش خارجه منها، فهمت؟ يا اخي تعيش في الكراء؟ انا قبل ما ناخذه هو عندي مون ابارتمون اموا نتاعي معناها ملكي كنت نعيش فيه، فهمت؟ لكن لضروره العمل لاني انا نخدم في البونليو نور، دونك كنت نسكن في سنتر فيل، الابارتمون تاعي كان في سنتر فيل، خليته ومشيت كريت، دونك انا كاريه تو، والابارتمون مش راهوليش هو، الابارتمون تاعي شريته بالقرض. فعلا فما شكون رفض انك انه يسكنك؟ هاي صارت. صارت. صارت وتوجع برشا معناها بالحق، هذه وجعتني ياسر ياسر وما نجمتش ننساها الحق. امي الله يحفظها ويطول عمرها تعبه شويه سقيها توجع فيها معناها، وداربه اللي هي ملكها الملك الربي بالدروج فهمت، واحنا قعدنا متقلقين انه امي ما تنجمش تقعد محبوسه في الدار، وكي تهبط تتعب معناها فهمت، وامي مستقله بذاتها لا تحب تمشي لدار خويا، خاطر انا عندي خو واحد اللي هو متزوج وعنده دار واسعه ينجم تقعد معاه، وما تحبش تجي لداري تقولي ما نقعدش عندكم، هي هكاك طبيعتها معناها ما تحبش. يا اخي زوجي قال لي اسمع باش نفضوا الحكايه هذه لازمنا تكون دار، ويكون دار صغيره بحذاها ولا ان ستوديو مستقل بذاته لكن بجنبنا، ويكون ريتشوسي معناها باش يكمل باش تقعد بحذايا مني انا نطمن فهمت، ومني امي ما تتعبش ما تطلعش الدروج هكاك ونحسها تعبه فهمت. حتى لو لقينا سكن فيه المواصفات هذه اللي هي فيلا على الشيره ان غران ستوديو اللي فيه المعطيات اللي تساعد امي، فمشينا باش نكريوه. هي طلبت باش نقول كل الارقام معناها فهمت، هي طلبت وقتها 1300 دينار بار موا الكري. يا اخي زوجي كي قا فيها حل لامي قال لها اسمع انت اكرينا وانا مستعد نعطيك اللي تحب، حتى 2000 كانت طلبت مش هذه المشكله معناها فهمت. المراه كانت طيبه في البدايه وفرحت وكل شيء وكنا باش نكريو من عندها، جات اختها فهمت خزرت لي هكا وهزتني وحطتني، وبعد قالت لي يا اخي مش انت اللي تخدم اولاد مفيده؟ قلت لها اي. يا اخي هكا سكتت وخزرتها ما عجبتنيش، تفهمنا مع المراه على اساس من غده باش نعملوا كونترا دو لوكاسيون ودرا شنيا. يا اخي المراه عملت لي تليفون قالت لي اسمعني يا عشختي احنا عائله محافظه ما نكريوش للفنانين وما نحبوش نكريو للفنانين. يا اخي جاتني انا صدمه، راهو الفنانين صحيح محبين للحياه لكن عندهم عائلات وعندهم صغار يكبروا فيهم وهما موجودين وجايين من عائلات تونسيه، والعائلات التونسيه هذه راهو فيها ابو وام واخوه وعائلات معناها متوازنه، دونك انت كي تقول ما نكريش الفنانين احنا عائلات محافظه بطريقه انه الفنانين ما همش محافظين، ليه؟ راهو الفنانين محافظين وعندهم مستوى تعليم خاص وعندهم شهيد عليا وعندهم عائلات ينتميوا لها وعندهم اب يخافوا على سمعته وام يخافوا على سمعتها. وكلمها زوجي بالتليفون قالت له اسمعني كان اللي كنتي نكري اما بما انه زوجتك فنانه ما نكريلكش. بالكش عندها خلط مع مفيده؟ لا برشا عندهم خلط هادي. بالكش هي ما حبتش تكري المفيده معناتها؟ نحكي لك نكته صغيره. احنا في وزارتنا نعملوا اجتماعات في وزارة الثقافة ونتناقشوا وساعة ساعة نختلفوا، وفما اجتماعات فيها ناس تجي من بلايس أخرى من إدارات من وزارات اجتماعات، فأنا ديما هكا سبونتاني ونتكلم ساعة ساعة، فما حاجة نناقش نقول كلمة، دونك إذا قلت كلمة تعجب السيد اللي مقابلني فيقول لي أوكي مدام وحيدة يعطيك الصحة ودرا شنو ويواصل النقاش، إذا قلت أنا كلمة للسيد اللي مش معناها ما عجبتوش يقول لي شو مدام مفيدة؟ به دور الأم أتقنته باش نعمل لعبة ليك ولسارة، باش نعطيكم مجموعة من الممثلات، أنت باش نعطيكم مجموعة من الممثلات من جيلك أكبر شوية زادة في دور الأم، نقول لك شو تحب تاخذ من عندهم؟
نخدم عندهم فنيا ولا في حياتهم؟ فيه فنيا في حياتهم فيزيكمون اللي تحب. نفس الشيء بالنسبه لساره. دونك هذه لعبه شو تاخذ من عندها. الشخصيه الاولى سيده الشاشه التونسيه الفنانه القديره منى نور الدين. سيدة منى نور الدين حاجة واحدة تاخذ من عندها. شو سيدة منى نور الدين ايكون ونتمنى اني نعم مسيرتها نهار من نهارات اللي عملته الكل. حاجة واحدة نتمناها ان شاء الله يا ربي يجي نهار ونكون انا مديرة فرقة مسرحية كما هي. سارة حناشي درة زروق الروب نتاعها. تحب تاخذ الروبة؟ النجومية. النجومية العربية. باوي بيان سور. سي ستار، سي غراند ستار درا. نرجع لوحيده الدريدي. دليله مفتاحي. دليله مفتاحي ممثله قديره رائعه برشا. الحاجه نحب ناخذها منها في حياتها الخاصه. انا ودليل عملنا تقريبا مسيره في الحياه الخاصه تشبه لبعضها، هي عاشت وضحات على خاطر ولدها حتى كبرت ووصلت. وانا عندي زوز وليد وبنيه. ربي يفضلهم. يعيشك. ان شاء الله يا ربي كما هي وصلت نجحت ولدها وصلت وين هو توا يا ربي ان شاء الله ينجحوا ويوصلوا وين يتمنى، ان شاء الله ولادي يوصلوا كما وصل ولد دليل. ساره نقترح عليك نجا بن عبد الله. لا غراس. لا غراس. وي. نرجع لوحيده الدريدي. قبل ما ترجع نحب نقول بوسه كبيره لنجا بن عبد الله. جودة ناجح. بتيتخ نهار كي يجيني دور من الادوار ناخذ الرنه نتاع البلديه. بتيتخ يمشي مع الدور الرنه نتاع البلديه عندها رنه مزيانه معناها. عندها رنه حكينا عليها في الحصه اللي فاتت. اي تفرجت فيها الحصه. ساره. اي. سهير. سهير. صاحبتي سهير نحبها برشا ونعرفها معناتها شخصيا. بتيتخ ناخذ من عندها النظام نتاعها. سهير تلقى عندها معناتها حتى تسافر انت وياها حتى في فيستيفال تلقى عندها كل شيء. ابره خيط الكريم كل شيء معناتها منظمه بصفه غريبه سهير. بتيتخ النظام نتاعها. وحيده. عزيزه ابو لبيار. عزيزو. زيزو حبيبتي بوسه كبيره. زيزو. زيزو تاخذ منها برشا حاجات. زيزو. زيزو نتمنى نهار نجم نغني كيما الصوت اللي تغني به هي. نتمنى نهار عندي الطاقه على الحنان اللي عندها هي. زيزو من النوع اللي اذا احتجت حاجه تجيك ما تعيط لهاش ما هي تجيك. ساره. اي. أميمة. أميمة. أميمة بيعتها بلفته. أميمة ما نعرفش شنو تتس... اما بيعتها بلفته. انت بيعتها بلفته سيدة ولا؟ لا اي اما نحب نولي كيفاه هي، بيعتها هكا تضحك وما يهمهاش. لا امان هنين الدخل. لا. لا؟ لا. بيعتها بلفته في الصونس الباهره مش في الصونس الخايب. صاحبتي على الاخر اميمه كي اختي. اميمه مش بيعتها بلفته، اميمه محبه الابتسامه كي الشمس تسطع تتفرح الناس، اما اميمه حياتها مليانه وفي صغر عمرها هذاك عندها ادراك وخبره كبيره في عقلها من تجارب الحياه. جميله برشا اميمه. هذا ان شاء الله تاخذه من عندها. اكزاكتومون انا هذا اللي حبيت نقوله. مش ما حبيتش بيان سور نقول اللي هي ما يهمهاش ولا با دي تو. انا بيدي معناتها عشت برشا حاجات صعاب في حياتي ولتوا معناتها ياسر ياسر نحط في قلبي وياسر ناخذ الحاجات او وكل. هي اللي حبيت نقول بيعتها بلفته مش بيان سور حاجه خايبه بالعكس حاجه باهيه على الاخر. وقت اللي واحد يبيعها بلفته معناتها واحد يضحك ويكون قوي وديما وديما يتبسم قدام الحاجات معناتها. انا صاحبتي عندها 5 سنين ولا قد ايه معناتها جلا كوني بكدا بكدا. ساره برشا اللي تظهر في مصر اكثر من تونس معناتها شنو هي استراتيجيه؟ والله نقول لك حاجه في مصر ولا حتى في باغ اكزومبل في دبي فما حاجه جديده قاعدين يعملوا فيها للي جونز ارتيست اللي قاعدين يطلعوا كيما باغ اكزومبل مات سولوشن. هذوما في كل فيستيفال يشوفوا لي زارتيست جدد الممثلين فنانين اللي قاعدين يطلعوا وكي يجي الفنان اللي يمشي للفستيفال فما لي فوتوكول فما لي 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 كونفيرونس فما لي انترفيو وتعمل دي انترفيو مع مجلات كبيره على الاخر معناتها مع فوغ مع باري ماتش معناتها تلقى روحك فريمون في كادر مزيان على الاخر. الحاجه اللي انا حزينه عليها في بلادي اللي في تونس كو سوسوا راهو في لي فيستيفال ولا في
ما يضويو كان على هذاك معروف، هذاك تدافيش، هذاك ندرشو، هذاك نتلهو بيه. أما لي جون اللي قاعدين يطلعوا ما همش محطوطين اون فالور كيما يلزم. سارة واعية أنه بعد رمضان بعد ولاد مفيدة باش تولي فما سارة أخرى اللي الناس الكل تعرفها، اللي الناس الكل نجمة طالعة، فما اللي فيه متاع التلفزة واللي فيه متاع مسلسل ناجح. بيان سور واعية واعية واعية. محضرت لها المرحلة هذه؟ والله هي محضرت لها نورمال، معناها عادي. أما هاو قلت لك بالحق، معناتها هذيك هي الفكرة متاعي أنا، وماهيش باش تتبدل، معناتها مش خاطر غدوة أنا باش نولي معروفة ولا حاجة، معناها ما عادش يهمني ولا بالعكس. أنا تعبت على الآخر باش وصلت نعمل الأفلام اللي عملتها، تمرمت معناتها نمشي قداش على سقاية في السخانة، تعذبت بالكدا بالكدا، معناتها ما فما حد شيء جاني بالساهل ولا جاني في طبق، فهمت؟ دونك يحزنني وقت اللي في تونس لي زارتيست لي جون زارتيست ماهمش ماخذين حظهم بالكدا، الوغ كو هما اكثر عباد قاعدين يخدموا على الاخر. بربي فما تصريحات ما نعرفش هل قلتهم ولا اخرجوا من سياقهم ولا يلزمهم يتعدوا شويه ولا كيفاش. في مصر مثلا عملت حوار قلت نرحب بالبوس والبيكيني في السينما والدراما، وشوف معناتها انا اللي وها عليا. ليه سورتو المصدر، معناتها خاطر بالحق برشا المساروه ياسر يبدلوا، معناتها لي جورناليست المساروه برشا مرات نقول حاجه نلقاها كومبليتمون حاجه اخرى. شوف قمه الاحترام الفني معناتها وفنانه حتى تونسيه، اي نكره، فنانه تونسيه من با حتى يسميها، اي هكا باللوطه حط وثلاثه بعد نقطتين تفهمهمش علاش؟ مقدم البرنامج يداعبها على الهواء. يداعبني. ورحبوا بالبوس والبيكيني في السينما ومقدم نامبورت كوا. والله نامبورت كوا. يا اخي اش معناتها مقدم البرنامج يداعبها على الهواء؟ شو عاش معناتها يداعبني على الهواء ذي معناتها بالحق نامبورت كوا. شوف هذيا بالنسبة لي. ما نقول لك فما فازة هذيا. والله بالحق تعمل ان رول هكا يبدا اوزي شويه في 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 فيلم ولا 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 تبدا تحكي مثال على علاقه الممثل بالجسد نتاعو، وبالحق معناتها هو الممثل راس مالك هو البدن نتاعك، معناتها تنجمش تخدم ما غير ما تستعملش بدنك ولا ما ولا ما تحبش بدنك. معاك بل هنا استعراض الجسم مانيش استخدام الجسم، هنا المقصود به هنا استعراض. بيان سور استعراض الكل بيان سور استعراض. معناتها انت ترحب بالبوس والبيكيني في ال عمري ما نقولها بطريقه هكا معناتها رخيصه سامحني، ورحب بالبوس والبيكيني في السينما مي سافي ديغ كوا، معناها نقعد ندور نحضر له ثلاثة شهور ولا قداه باش انا في الاخر نجي ونقول بربي مرحبا بالبوس والتعنيق والواحد مي سي نامبورت كوا. وحيدة فما تصويرها هبطها مؤخرا اللي كنتي عجبتني على الاخر هي التحدي نتاع العمر. تحب تشوف وحيدة وهي صغيرة؟ ماذا بيا؟ هي الكل مازالت صغيرة نصور. صغيرة برشا. اخي نواري بلون. نواري بلون اي طبعا. كنت صغيرة نواري بلون. بيان سور هذاك التصويرة نعطيك الدات نتاعها يظهر لي 77 1977. من الرباط بالخضرة. اي. خش عليك طفل هنا. بابا كان يحبك هيك. بابا ما عندوش غا كان انا وقت اخويا راه تولد بعد 10 سنين للمعلومه معناها. دونك انا عشت مع بابا هكاك. دونك انا وبابا نلعبوا البيس والزربوت ونلبس هكاك ودلوت بابا. اما فيك كوتي راجل انت. بيان سور. فيك الكوتي هذايا معناتها. بيان سور. ما لبش نواجه الدنيا. وانا فرحانه اللي بابا ربني هكاك باش نجم نواجه الدنيا من غير ما نتيح. شكون الفنان والممثل اللي تحب تشوف تصويرته وهو صغير؟ انت عندك تصوير عندك تصوير بالحق ورينا. تعرف الحلقه الجايه نوريكم تصويرته. اوكي سوبر. ما مشيت مني خاطر سي برومي معناها سي نهبط على انستغرام. باهي سي برومي في ليله الحلقه نهبط على انستغرام. سوبر تري بيان. باهي هبط تصويرته وانا صغير. ساره جديدك في السينما فيلم مصري مع مهدي الهميلي. دونك فيلم مهدي الهميلي فيلم ان شاء الله باش يخرج السنه ان شاء الله يا ربي توفى هالازمه. كملت التصوير؟ بيان سور كملنا. هو في المونتاج توا؟ توا بوست برود. اي فيلم نحضروا له من جانفي 2019 من 2019 ونحن نتقابلوا خاطر بون عرض عليا من الاول
البيرسوناج ومن بعديك حكيت انا وياه قلت له علاش ما نزيدوش حاجات ما نبدلوش حاجات وكل دونك من 2019 جانفي نتقابلوا ان انا ولي دو بارتنير نتاعي كل مره نحكي ونبدلوا حاجات ونكتبوا حاجات وان بلوس كلي تبارك الله عليه مهدي من المخرجين اللي يمشي جوسكو بو معناتها ما عندوش ليميت في ما عندوش ليميت معناتها يمشي معاك وين تحب دونك برسك 8 شهور ولا واحنا نتقابلوا ونكتبوا كل شيء حاجه جديده تخاش اختكور معك زازا معك عفيف بن محمود اي معايا زازا واما هما سي دو زيستوار معناتها يمشيو اون باراليل فما قصه زازا وعفيف بن محمود فما الحكايه نتاعي انا واللي دو الفيلم يبدو مشوق وحكينا عليه برشا دونك احنا بدنا متشوقين وحيدة دريدي نحب نشكرك وقل لي باش تبقى في قصر العبدلية ولا ليه؟ والله لحد الآن ما نعرفش أنه توا حاليا في قصر العبدلية فما شفنا مجموعة تغييرات صارت في المديرين أنت عندك الرغبة أنك تبقى ولا ليه؟ والله أنا بالنسبة لي العبدلية هي هي رسالة أهم حاجة كملتها مهمة. رسالة ولا مازال ما كملتش خلاص مازال تبقى لا مازال فيها الترميم مازال فيها الحديقه اكثر حاجه نحب نعملها انه نكمل ترميم العبدليه نكمل الحديقه نتاعو نعملها برنامجها اللي كان الناس تحلم به انه يكون مركز دولي للثقافه والفنون اللي يجيو ناجم فما ريزيدونس بديتها اقامه فنيه في وسطها بديتها فما الترميم بديته فما الحديقه اللي لازمها تكون فرصه باش نقول انه ولايه تونس تكفلت باش تعملها الحديقه وتكفل ولايه تونس زاده والولايه والمجلس الجهوي باش يعملوا البورتور كامل نتاع القصر يخدموه ويولي قابل لاستقبال السياح ان شاء الله بعد كورونا. وحيده الدريدي سارح الناشي نشكركم برشا نذكر بالموعد باش نقابلوكم في شهر رمضان كي كل شيء لاباس ان شاء الله على قناه الحوار التونسي مسلسل ولاد مفيده الجزء الخامس. حبيت نحيي برشا 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 ليكيب مكياج اللي في الحوار التونسي اميمه ونوال ونقول لهم ميرسي ميرسي بوكو على المجهود اللي عملتوه. وانا نحب نحيي برشا ليكيب نتاع المسلسل سوسن وستاف الكلها خاطر فريمون حق البلاتو ياسر ياسر محلاه معناتها بالحق باش تقعد ليكسبيريونس ياسر مزيانه وكيف كيف وستاف نتاع اليوم اللي خلاو عائلتهم وجاي وعملنا المكياج وفست الكل بلاتو ولاد مفيده راهو مشبل حتى بلاتو بالكل ما نعرفش انا اول مره بلاتو ولاد مفيده هي عباره على عائله واحده اي سي فري هذوكم اولادي بالحق سوسن اختنا بالحق ليكيب كامله والاولاد وتحيه العلي واللي كادرور الكل والناس كل تخدم شكرا لكم وحيده الدريدي ساره حنش عايشك ميرسي